السؤال السابع عشر، هل ثبتت طريقة جلوس معينة بالنسبة للمصلي أثناء خطبة الجمعة أو أثناء الأذان في المسجد؟ الجواب لا، وإنما يلاحظ شيء واحد، أن تجلس كيفما شئت إلا أنك تستقبل الإمام، تجلس متربعا أو على ركبك أو أي وضع عادي طبيعي، ولكنك تستقبل الإمام الخطيب. إذا كان الخطيب يخطب فالذي هنا مثلا يجلس هكذا، واللي هنا يجلس هكذا، والذين هنا يستقبلونه جميعا، ليس يجلسون صفوفا كما لو كانوا في الصلاة. هكذا كان أصحاب الرسول عليه السلام يجلسون في المسجد إذا خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. إلا أنه يجب أن نلاحظ شيئا واحدا في أثناء الجلوس في خطبة الجمعة، وهو أن الرسول عليه السلام نهى عن الاحتباء في خطبة الجمعة. والاحتباء هو تقريبا نصب الركبتين، وإما أن تحجزهما هكذا بيديك، أو بعض الشيوخ المسنين بتغزو شبه زمار، بيسندوا ظهر وركب تصير خطة واحدة بيرتاحوا فيها. هذا الاحتباء الذي نهى عنه الرسول عليه السلام هو الأخذ هكذا باليد، وبحث العلماء في السر أو الحكمة أو العلة في النهي عن هذا الاحتباء ما هو، فظهر لبعضهم أن الحكمة من ذلك هو أن هذه الجلسة تجلب إلى صاحبها النعاس، والواجب في تلك الساعة أن يتعاطى الجالس لسماع الخطبة الوسائل التي تنبهه وتوقظه، وليس الوسائل التي تنعسه بل وتنيمه. لذلك جاء من آداب أيضا الجلوس أن الإنسان إذا أحس بشيء من النعاس يداعب أجفانه فعليه أن يغير مكانه، لأن هذا التغيير يعمل فيه تنشيط ولو آني، فقد يأخذه إلى آخر الصلاة فيكون مستمعا وهو على انتباه وعلى يقظة. إذن اجلس كيف شئت يوم الخطبة، حاش الاحتباء، ولاحظ أن تكون مستقبلا للإمام حيث كنت.